رقم واحد على تشغيل مطار صدام الدولي، والذي يعتبر من أحد المشاريع الحيوية الرائدة في القطر، ويمثل ظاهرة حضارية مشرقة تؤشر حالة التقدم والازدهار الذي يعيشها قطرنا في ظل راية قائد مسيرتنا الرئيس المناضل صدام حسين، والذي اتسم بقدر وافر من الفخر حيث رافق تشييده انتصارات شعبنا العظيم في قادسية صدام المجيدة، فكانت تأكيدا أصيلا وواضحا لنهج ثورتنا العملاقة، حيث يعد مطار صدام الدولي إنجازا متقدم من إنجازات ثورة 17-30 تموز المجيدة، والذي يعتبر من أكبر مطارات العالم من حيث التصميم والكفاءة الخدمية والقدرة الاستيعابية. سهام عبد الصاحب، مديرة العلاقات في مطار صدام الدولي. مطار صدام الدولي ظاهرة حضارية متقدمة في قطرنا. بمناسبة مرور عام على انفتاحه، أتقدم بمزيد من التهاني والتبريكات إلى السيد الرئيس القائد صدام حسين، داعية من العلي القدير بمزيد من التهاني والانتصارات. وشكرا. الموظفة ليندا جرجيس من شعبة الحركة. مما يدعو للفخر والاعتزاز بأن جميع أقسام مطار صدام الدولي يدار من قبل كادر عراقي متخصص ومؤهل تأهيلا كاملا لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين القادمين والمغادرين. وبمناسبة مرور عام على تشغيل مطار صدام الدولي، أتقدم بأسفل التهاني والتبريكات إلى المزيد من البناء والتطور والانتصار في ظل القيادة الحكيمة. وشكرا المهندس شاكر سعدي حمدي. مطار صدام الدولي يعتبر قفزة نوعية من حيث تقديم الخدمات في مجال النقل الجوي. فبمناسبة مرور عام على افتتاح مطار صدام الدولي، نتقدم بالتهاني القلبية إلى السيد الرئيس القائد صدام حسين، وسوف نبقى على تقديم أفضل الخدمات وأفضل جهود في سبيل تقديم بالوجه اللائق. وشكرا مهندس عدنان كاظم عنوان مسؤول المنظمة. بمناسبة مرور عام على تشييد مطار صدام حسين الدولي، والتي تم تشييده في عهد قائدنا المناضل صدام حسين، أتقدم إصالة ونيابة عن العاملات في المطار بأسم التهاني والتبريكات إلى قائد مسيرتنا المظفر صدام حسين نضال محمد من حركة الطائرات. شكرا. Thank you.